بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن نصر عباس، منورنا كابتن. تحياتي كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، وكابتن علاء ميهوب، وكابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. مبروك للنادي الاهلي على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك للنادي امبي. كابتن بلال، النهارده المباراه اللي بيتفرج قال لك مش الشكل العام مفيش مشاكل. المباراة سهلة، الأمور الملعب واسع، مفيش اختبارات داخل منطقة الجزاء يا كابتن أسامة، مفيش حاجة خالص، تحس إن الدنيا ماشية زي الفل. ولكن إحنا دورنا هنا كابتن أيمن، تاني بنقول لينا دور كبير جدا جدا في إن إحنا مش بنعمل سبوت على الأخطاء، ولكن إحنا بنجيب الأخطاء عشان نطور من أداء حكامنا. فرسالة لجنة الحكام، يا ريت هم يكونوا بيشوفونا النهاردة في هذه المباراة اللي هي من وجهة نظر الناس كلها إن هي مباراة عدت بدون أخطاء، لا، يا ريت النهاردة الناس تتابع كابتن شريف، شوفوا الحالات اللي احنا معانا، احنا ما بنقولش حاجه من عندنا، عندنا حالات مهمه جدا. يشوفوا الحالات ديت، وكمان النهارده محمود بشير النهارده الحكم الاسكندري كمان يعني لابد النهارده نتفرج على الحالات التحكيميه عشان يطور من اداء بلال. حاجات كتيره جدا النهارده عدت على الرغم المباراه سهله جدا جدا جدا. دي رسالتنا للجنه الحكام والحكام مصر كلهم هنا في قناه النادي الاهلي، احنا داعمين وساندين وبنطور معاكم وبنساعدكم على اداء الحكام. طاقم تحكيم الاسكندري بالكامل النهارده، عندنا بسيوني النهارده حكم الميدان، محمد عبد المجيد كابتن ايمن من اسكندريه ايضا المساعد رقم واحد، عندنا ماجد المليجي المساعد رقم اثنين، صبحي العمراوي حكم ايضا من حكام اسكندريه المتميزين، طاقم تحكيم بالكامل من اسكندريه، على الفار كان خالد الغندور وكان هشام الدسوقي. نروح لاول حاله يا بلال، يا ريت وعلاء يمكن وكلكم طبعا تشوفوها الحاله اللي جايه دي، وانا هستنى اشوف رعف. هرجع تاني تمركزه، هرجع تاني ستوب. هنا بلال احنا قلنا دايما الحكم قراءة، صح؟ قراءة وتوقع وتمركز. قراءة يعني ايه؟ يعني قبل اللعبة ما بتروح هنا يا كابتن انا بفكر، بحضر قراري، عاوز اخرج من محيط اللعبة يا اسامة. اخرج ازاي؟ لابد ان انا اكون محضر حاجة، زي اللاعب كده هو بيقطع، عارف هيقطع ويستلم وجون. هنا بقول لبسوني هنا ما ينفعش الكلام ده، انت حكم كبير، حكم عندك من الخبرات، ما يبقاش اللعبه دي وهذا الشكل الموجود ده، اسمه التمركز الخاطئ والدخول في مسار اللعب ما ينفعش، ودي مش لبسوني بس، لكل حكام مصر من فضلك. طب الحل ايه يا كابتن بلال؟ الحل ايه يا كابتن علاء؟ حضر قرارك وانت هي بتروح هنا، انت خلاص دخلت في مسار اللعب، حاول تخرج بدري بالجري الخلفي أو الجانبي، يعني يا تخرج يمين شمال أو ترجع بدارك، دي الحالة اسمها التمركز. دي أول حالة معانا كانت حالة خطأ في التمركز. الحالة الجاية مهمة جدا جدا، ونشوف هنا هذه المخالفة، مش هتكلم أنا وهقف عليها كابتن شريف. المخالفة اللي جاية نشوف هنا، هنا كابتن بلال إيه رأيك؟ مخالفة طب وضح. مخالفة يعني هنا بنتكلم اللاعب ده محظوظ اللي هو اوفا، خلي بالك دي في اول مباراه، دي الاولى. عارف يا كابتن علاء وانا قلت لك لو الكعب الحذاء هنا فوق شويه كان خد احمر طرد طبعا. هنا الحذاء لما بقى على الارض قلل من القوه شويه شريف، وبالتالي هنا دي فيها انذار نتيجه التهور، انذار ما فيش فيه هزار. دي اول حاجه عدت من بسوني، هنا المخالفه موجوده بتهور، ولكن للاسف لم يشهر الحكم البطاقه الصفراء، ودي من الحالات المهمه جدا. كل المباراه النهارده خاصه بالبطاقات الملونه يا كابتن علاء، دي اول حاله.